ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض شويه سبيزه كده، وهنروح السوبر ماركت نشوف الحاجات، وهوريكم كمان انواع الجبن اللي طلبتوها اللي بيبقى فيها ملح قليل. واحنا ماشيين في الشارع لقينا الفيستا دي. النهارده السبت، ودايما زي ما انا معوداكم بيبقى فيه فيستا. بصوا دي انتيكات قديمه حلوه قوي بقى، اللي عايز يشوفها اللي عايز يشتري. تعالوا كده اوريكم. في ميوزيكا برضو زي المره اللي فاتت، حاجات تحفه بجد. وفي ساسي اللي هي دي الحجاره. الحجاره دي حلوه قوي، اللي هي يعني مثلا بيجيبوها من على الجبل ويقولوا الحجاره دي لا بقالها كتير. بصوا زي ما شايفين تبقى غاليه جدا. هبقى اوريكم. عندي واحده في البيت، واحد صاحب جوزي جابها لابني على اسم ابني. بصوا تحفه بجد الحجاره دي. يعني ادي المزيكا، احلى حاجه في البلد اللي انا ساكنه فيها ان هي كل اسبوع يعملوا زي فيستا كده او حفله. تعالوا يلا نوديكوا قدام كده. شايفين انتيكات قديمة زي الشكل ده. كمان في كتب، كمان في طباتو اللي هي يعني الحاجات اللي هي زي السجات اللي هي المكت الصغير كده زي ما انتوا شايفين بقى. وفي طبعا الحاجات الخشب دي انا بحبها جدا الحاجات دي بصراحة. بصوا بحب انا ده، بس ده علي ميالي مش هجيبه. بصوا يعني بجد الحفلة النهاردة حلوة قوي. ده المكان اللي بيبقى زي رستورانت كده، بيعمل فيه أكل طبعا الظهر بس، وكمان منه بار قبل ما ندخل على الإزبيزة على طول. يلا بينا ندخل نعمل إزبيزة. بصوا أول حاجة هنجيبها، هنجيب من هنا جوانتي، وهنجيب الشنط دي الفاكهة. انا هاخد بسكوت اللي هو الخوخ يا جماعة زي ما انتوا شايفين. هاخد كمان موز. طبعا تفاح، ده سعره عندنا هنا زي بيورو.
دي بقى الخضار، الجرجير والخس اللي هو المحفوظ. تعالوا احنا كده عايزين خيار. ده شكل الخيار هنا يا جماعة، شايفين؟ مش طازة، مع ان النهاردة السبت بيبقى الخضار طازة، بس مش حلو. يعني عايزة اقول لكم حاجة، شايفين رقم الخيار اللي هو 32؟ المفروض ان احنا نروح دلوقتي نوزن الخيار ونكتب الرقم. شايفين كده ده الميزان، هكتب الرقم 3200. اوكي اوكي طلعت لي ورقه، المفروض نحطها هنا. عادي الفلفل، بعشق الفلفل الاخضر الملون عامه. يعني هنجيب طماطم، بس انا عايزه طماطم شيري، دي مش شيري قوي يعني. لا انا هجيب التانية اهي. بصوا طماطم الشيري دي بقى طبعا للسلطة. تا 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 تا. عايزة طبعا كوسة، شوفوا الكوسة شكلها حلو وطازة، يعني بعشق جدا حاجات برمجان. ده هي الفورماجو بتاع برمجانو، فلما بينزل عليه اوفرت زي كده واخد لي 2 3. تعالوا بقى اوريكم الجبن يا بنات. بصوا في انواع كتير جدا 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 من الجبن. جبنة دي حلوة، جبنة بيضة يعني انا بحبها قوي، تمام. كانت هتقع مني. وفي طبعا فلدلافيا نزل عليها اوفرتا زي ما انتم شايفين، فانا هاخد فلدلافيا المرة دي. بصوا من احسن الجبن هي فلدلافيا، هي غالية بس بتبقى حلوة. ودي برضو الجبنة دي جميلة قوي، كلاسيكو كمان مش غالية. بصوا يعني مش غالية ابدا. في بقى الجبنة التشيدر، هوريها لكم. في النوع ده اهو تشيدر، والجبنة دي حلوة قوي على سندوتشات البرجر، وكمان دي تمام. والجبنة دي حلوة قوي. بصوا الجبنة دي شرايح كده حلوة جدا جدا جدا، رهيبة بجد بمعنى أصح. أنا بعشق الجبن. تمام يلا تعالوا. لا ما أعتقدش. هجيب بيستو. بيستو ده اللي هو الريحان، ومعاه زي نوع من أنواع المكسرات، أعتقد إن هو اللوز او بصوا اهو في انواع كتير منه. ده من غير توم، يعني انا بحبه بفضله من غير توم عامه بصراحه. في منه انواع كتير بقى طبعا، يعني اللي انتوا حابينها. نشوف ده ايه. هو برضو بيستو، تمام. بحب اجيبه من غير توم عشان يبقى خفيف على المعده يعني. مش بصوا دي بقى جميع انواع المكرونات الفريسكو اللي هي بتبقى على الاكل على طول، بتبقى حلوه قوي يعني، جميله جدا. في منها بقى اللي محشي لحمه طبعا، خلي بالك. في بالسبانخ زي ما انتم شايفين. وده قسم المخبوزات، مش عايزه حاجه مخبوزات انا النهارده، فيلا بينا كده. ودي تورت سو وعيش بقى وحاجات. انا بعشق الحلويات يا جماعه، فانا همشي بسرعه. طبعا هنجيب لبن.
شوية بالله. تعالوا تعالوا تعالوا. قبل اللبن هنجيب شوفان. بصوا ده الشوفان تحت 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 تحت، هو ده الشوفان. بصوا ده شوفان من غير انجريدينز، يعني من غير فواكه ومن غير اي حاجة، لازم يبقى موجود في البيت. ودي بقى كل حاجة الترط، عايزة ايه عايزة ايه. تمام. ما حبيتش اطول الفيديو، جبت لكم حاجة مهمة جدا وهي تعطير المنزل. بصوا بقى في هنا كمية بخور زي بتاعت مصر، حلوة قوي طبعا، بروايح اللافندر والعود والمسك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا بميل ليها جدا جدا، خصوصا يوم الجمعة زي ما انتم عارفين. ودي دي شكلها يا بنات اللي بيحب البخور. سعرها مش غالي، حوالي 2.20 يورو زي ما انتم شايفين كده. وفي طبعا كمان ازاز البرفوم والشكل ده. بصوا جميع الانواع بقى. ازاز البرفوم دي بيبقى فيها زي عدان خشب كده بتطلع روايح مختلفه. بصوا في منها كذا انواع، في منها الصغير والكبير بالشكل ده، وفي بقى طبعا بالورد باللافندر بالعود بالمسك، يعني كل الحاجات اللي انت عايزاها. بصوا سعرها بيبدا من 2.5 لحد 3.40، يعني مش غاليه خالص وجميله قوي. طبعا بتدي ريحه جدا جميله للحمام، تجيبي ازازه من دي وتحطيها في الحمام كده بتبقى تحفه. وعايزه اقول لكم كمان الشمع ده جميل جدا جدا برده، وبيعمل جو رومانسي بقى وحركات، وبرده بيخلي ريحه البيت جميله جدا جدا برده، وبيقعد فتره طويله. كمان حاجه الشمع الصغير ده ساعات بجيبه، بجيب بالورد وباللافندر، انا بقى اكتر روايح بحبها. وهوريكم شكل الفواحات اللي بيتحط فيها الشمع الصغير ده زي ما انتم شايفين اللي تحت دي، يعني لو ما كنتيش عارفاها بقى بصوا، يعني حاجه جميله جدا. يعني مش لازم ايكيا بقى، في هنا سوبر ماركت موجود فيه كل حاجه. وده الشمع الابيض بقى برده اللي بيجي كده بقى، عايزه تعملي جو رومانسي في البانيو والحاجات ده كله. ده كان فيديو النهارده، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.